مثلا تكشف. دلوقتي حتى الاشتراك في المشروع ما بقاش موثق، لازم ترجع للنقابه ولازم يختموا، ما بيدفعوش فلوس. فيا ريت نركز لان ده مهم للناس، وبالذات العمليات الكبيره، لان في حتى لاحظت في زملاء كتير جدا من الاساتذه الافاضل خضعوا لعمليات كتيره ومكلفه جدا ملوش حد يقف معاهم. ميرسي جدا لحضرتك. مشروع العلاج بياتي ضمن هم كبير جدا زي ما قال الاستاذ حمدي، والمشروع للاسف الشديد تدهور كبير جدا الفتره اللي فاتت. بس انا احط حضراتكم قدام الحقائق. الحقيقه الاولى ان مورد نقابه الصحفيين الوحيد في كل حاجه هو اشتراكات حضراتكم اللي هي 100 جنيه وعليها 20 جنيه كارنيه. عدد حضراتكم 10,000، الايراد السنوي 1,200,000، وقفلنا باب النقابة. معاشات النقابة ميزانيتها في السنة دلوقتي قبل ما تزيد 30 مليون جنيه. مشروع العلاج كل الإيرادات اللي بتأتي منه 2 مليون جنيه اللي هي الرسوم. مصروفاته إذا كنا بنتصوره في لحظات صعوده من سنتين ثلاثة، كان مشروع العلاج بيصرف في حدود 9 مليون جنيه أو 10، يعني العجز ما بين 7 ل 8 مليون جنيه سنويا. العجز الحالي في حدود 5 مليون جنيه. المبالغ دي بنعوضها ازاي؟ لا يوجد غير الدولة، ما بنجيبش من حتة، وبالتالي ما حدش هيشيلك غير الدولة في المسألة. مشروع العلاج، وده هنا في المقارنة بين النقابات، حضراتكم أنا شخصيا مشترك بخمسة، أنا وأربعة من أسرتي، بدفع 630 جنيه في السنة، يعني شهريا في حدود 11 جنيه للفرد. نقابة المحامين اللي ابني فيها ابتدائي بيدفع اشتراكه في النقابة 350 جنيه، اشتراكه في موضوع مشروع العلاج أظن 320 جنيه، وبتزيد مع الدرجات. ولذلك عدد نقابة المحامين مع ارتفاع الاشتراك مع انخفاض اللي بيستفيدوا من المشروع، حضراتكم نقابتكم فيها حوالي 25,000 مستفيد مشروع العلاج بالأسر، اللي بيستخدم مشروع العلاج 80% من 25,000، وال20% التانيين بيصرفوا عليهم. نقابة المحامين العكس، 650,000 الأعضاء اللي بيستفيد منهم 25%، باقي الدخل بيصرف على ال 25% اللي 75 اللي هيستفيدوا. اذا مشروع العلاج في مشكله هيكليه في الاصل تتعلق بالموارد. طيب هنحاول ونعمل، وعملنا ده قبل كده وعملنا السنه دي، يعني الدوله بالاضافه للبدل، الدوله بالاضافه للزياده ال 25% في البدل اللي احنا ذكرناهم ووضعته في مشروع الموازنه، فعلا كمان ادتنا زياده معقوله جدا في موارد النقابه، يعني مش هعلن ارقام لانه عشان فئات اخرى بتطلب دعم، هو دعم كبير يعني اكبر من الدعم اللي بناخده في السنوات السابقه، ده هيوجه جزء منه لمشروع العلاج. لكن مشروع العلاج هنحاول نفكر في افكار اخرى خارج الصندوق، منها الاشتراك مع بعض النقابات الكبيره اللي عندها مشروعات ممكن احنا يعني بطريقه او باخرى نحمل عليهم، قد يزيد ده جزء من الاشتراكات. الناس هتزعل لكن انا بتكلم بصراحه، ممكن يبقى عندنا تفاوض مع بعض الشركات الخاصة، نستخدم بقى هنا يظهر الهيبة، هنا الهيبة تظهر في تخفيض الأسعار. لو أنت بتستخدم اسمك في التفاوض كنقابة صحفيين مع بعض الجهات الطبية الكبيرة، وارد نوصل ليه يعني عروض جيدة. تسهيلات يا فندم؟ واخدين يا فندم كل مستشفيات القوات المسلحة معانا، موجودة معانا. مش هتعامل. أنا بكلمك منتهى الصراحة، ليه؟ القوات المسلحة مديانا الاستفادة من كل مستشفياتها ضمن مشروع العلاج. اللي نقدر نطلبه القوات المسلحة وغيرها، وده في إشارة قالها الأستاذ حمدي، إن إحنا العمليات الجراحية الكبرى أستاذ وأشرتوا إليها، خاصة لأساتذتنا الكبار، بدال ما بنقعد نتعامل حالة بحالة، إحنا بنحاول دلوقتي ناخد عدد سنوي من الحالات المجانية للحالات الجراحات الكبرى عشان يعني نعفي أنفسنا من شر يعني البرق على الابواب والالحاح على كل حال. لكن ان احنا ناخد مجاني في قوات مسلحه او غيره لن يحدث، عشان بس انا راجل واقعي يعني
انه في فئات اخرى كثيره في المجتمع ده الشرطه ما بتاخدش عند الجيش ولا الجيش عند الشرطه ولا القضاء بياخد عند الاثنين عشان بس يعني ايه اصل في يعني في حالات بتبقى كلفتها عاليه جدا اللي هي دي اللي عايزين نوصل لها يعني في حاله احد الزملاء دخل مستشفى المعادي والحقيقه طلبت من وزير الدفاع وقتها انا كنت في الوزاره جالس سياده النقيب اما شفت التكلفه 950 الف جنيه فاتوره انت بتتكلم على مليون جنيه في حاله واحده يعني سيادتك بتتكلم عن وجود اليه نعم اليه للجراحات الكبرى مع بعض جهات الدوله بصدد ان شاء الله ان احنا ناخد موافقه لاعداد محدده سنويا بغض النظر عن الاسماء عشان نعرف زملائنا الكبار.